وبعد كده يا جماعة الامتحان السابع عندنا طبعا أول جملة to get information from the internet يبقى reliable، كلمة reliable معناها موثوق فيه أو معتمد عليه، reliable معناها موثوق فيه أو معتمد عليه. eligible التالتة ديت معناها غير واضح، غير واضح غير مقروء، يعني بقى أتكلم على الخط أو غيره. there is an increasing demand، خدنا كلمة demand اللي هي معناها طلب، demand زي الفرنساوي بالظبط برضو معناها طلب، يعني تنفع فعل وتنفع اسم. the tourists were unfamiliar with local customs اللي هي العادات، customs معناها عادات شعبية. the museum has special facilities for disabled، الناس المعاقين، disabled people يعني الناس المعاقين. every nation must preserve، كل أمة لازم أن تحافظ على preserve its cultural، كلمة cultural اللي هي معناها ثقافي، heritage تراث ثقافي، heritage يعني تراث. we should focus on the skills that are relevant، الأخيرة relevant معناها على علاقة به أو ملائم لي، ملائم أو مناسب، relevant جاء من كلمة relevance ذات علاقة أو صلة ملائمة. I'd prefer، طبعا would prefer حرف الجر في النص اسمه rather than، أفضل من، rather than معناها أفضل من، rather than. أما other than ديت الأخيرة معناها بالإضافة إلى أو بخلاف، يعني بالإضافة إلى. he left angrily، مشي بغضب، threatening مهددا، اسم فاعل، مهددا اسم فاعل، threatening يعني معناها مهدد، اسم فاعل يعني. شيماء مي هاو لونج، اسكت سألها، اسكت يعني سألت يعني. مال وندرد مش عايزة مفعول. although it's sunny now I see several people carrying umbrellas at Aral، طبعا بيقول لك بالرغم ان الدنيا مش مسه دلوقتي انا شايف ناس كتير شايلين ايه الشمسيات، من المؤكد ان هي كانت بتمطر منذ وقت قصير، must have been raining، ايرل معناها منذ وقت قصير، بتساوي اجو يعني. the footballer retired in 2015 he hasn't played football since then، في تعبير اسمه since then منذ ذلك الوقت او منذ ذلك الحين. the job for which، انت بتختار حرف الجر يا استاذ اللي قبل ويتش على بناء على ايه؟ على اللي بعد النقط. she applied، apply عايزه for، يتقدم لوظيفه، applied for. how did you get the doctor، طبعا جيت السببيه بعدها to المصدر طالما اكتب to make. they had awful time، طبعا كلمه time ما بتاخدش اداه لانها لا تعد، بس لما بيجي قبلها صفه بتاخد اداه، يعني time و education لهم معامله خاصه، كلمه time و education اللي هو التعليم لما بيجي قبلهم صفه بنحط لهم اداه نكره. الكلام ده ما بيحصلش مع كل الكلمات التي لا تعد، لا مع الكلمتين دول بس، تايم واديوكيشن. يبقى ساتش ان الاولانيه عشان اوفل بادئه بحرف متحرك. الجمله اللي بعدها وات كان يوز، بنستخدم ايه لما بنيجي نكتب ايميل لصديق؟ بنستخدم كونتراكشنز الاختصارات، ايف ايل الاختصارات دي. الفول فورمز الاشكال الكامله للافعال، الباسيف فويس صوت المبني مجهول، المبني مجهول يعني فورمال لانجويج ده في الايميل الرسمي. اي جمله من الاتيه معموله بانكتويشن بطريقه صحيحه، اخر واحده طبعا اللي هي الجمله الاعتراضيه ديت ويتش، الثالثه غلط في علامه استفهام، الثانيه مش كامله الجمله الاعتراضيه فيها، الاولانيه ناقصه برضه كومه قبل ويتش. ويتش اوف ذا فولوينج كانت بي يوز تو ستارت ذا فاينل باراجراف، اللي احنا ما ينفعش نبدا بول باراجراف الاخير، فيرستلي اللي هي اولا، فيرستلي. امال باين دول بيستخدموا برضه في نهايه الباراجراف. القطع يا جماعه اللي حل القطع قدامها اهيت يراجعها، مكتوبه قدامكم او حلول القطع قدامكم عشان تراجعوها. القطعه الثانيه اهيت والترجمه برضو لو عايز تراجع الترجمه قدامك اهيت، الترجمه الاولانيه ايه تشارك المراه، برضو الترجمه يا جماعه قدامكم اهيت. السؤالين القصه تحت بقى، why do you think the identity of Pip's real bean factor was kept secret، لازم الاول اترجم سؤال القصه بطريقه صحيحه. Why do you think؟ ليه تعتقد identity؟ identity يعني الهوية، هوية الفاعل الخير الحقيقي لبيب، ليه كانت سرية؟ لأكثر من سبب. ممكن مثلا اعتقاد مننا اللي ماجويتش asked that، ممكن يكون بين فاكتور ولا طلب ذلك. ماجويتش asked to be secret until he told Pip himself، لغاية ما هو يقول لبيب بنفسه يعني، ممكن ده سبب اللي ماجويتش نفسه هو اللي طلب ذلك، ده سبب.
سبب تاني لست خوفا من، في رابط اسمه لست، خوفا من او خشيه، اللي بيب شود ريفيوز، ممكن يرفض العرض ده او يرفض البين فاكتور. لست اللي بيب شود ريفيوز ذا بين فاكتور. يبقى في اكتر من سبب ممكن يكون خبص ايه الهويه بتاعته بسبب كده. ماجويتش اسك ذات، ولا طلب ذلك. لست خوفا من، اللي بيب شود ريفيوز ذات. A person should never be judged. الشخص المفروض لا يحكم عليه بالويلث، بالثروة والسوشال كلاس والطبقة الاجتماعية. كيف مس هفشام وماجويتش بروف ذات؟ اثبتوا لهذه الجملة صحيحة. مس هفشام مثلا she was her wealthy، كانت غنية وهاي كلاس، but she lived sadly، عاشت بحزن. يبقى احنا ما نحكمش على الناس بالثروة بتاعتهم. she lived sadly، ده مس هفشام. although she was rich she had a better life، كان عندها حياة مرة. بيتر اللي هي بالآي مش بالإي، بيتر دي معناها مر. برضو ماجويتش although he was، طبعا بالرغم اللي هو كريمينال مجرم، he was wealthy، كان رجل غني. يعني بالرغم اللي هو مجرم was imprisoned، اتحبس كتير، he was wealthy، كان غني. وهيلبت بيب، هو اللي ساعد بيب طبعا to be a gentleman and a well educated person. الامتحان الثامن يا جماعة. مستر أهاب is in his 50s and average، متوسط القامة، average 50s يعني في نص الخمسينيات يعني، بس الكلمة دي عدى الحروف بتاعتها. people is wrong، تبقى stereotyping، طبعا ان انت تخلي الناس على اي شكل معين او غيره ده خطأ. يعني انت تاخد الناس مثلا بالشكل انت شايفه عليهم او التقليد لهم، ده خطأ، affect society badly، وبيأثر على الناس بطريقة سيئة. I really can't understand the people who always boast، كلمة boast يعني يتفاخر، اللي هي التالتة. If we back look back، طبعا look back معناها ينظر للخلف، يبص على أخطائه قبل كده يعني. She طبعا got some books out of the library and herself immersed، خدنا كلمة immersed مع الشخص معناها يسترق ذهنه في الحاجة، immersed يشغل نفسه يعني. thinking تفكير positively بإيجابية is one way، احد الطرق للتعامل مع السترس، مع التوتر، positively. it took him a while، خد منه فتره من وقته، to write، to المصدر يعني، take بعدها to المصدر، spend يقضي، هي اللي كان بعدها الاي ان جي. all the people، بعض الناس الكبار السن، begging المتسولين، اسم فاعل، وبنعرف ان الجمله عايزه اسم فاعل ازاي لما تلاقي فيها فعل اخر زي must هناك من غير رابط، تلاقي الجمله فيها فعل اخر ومن غير رابط تعرف اللي هي اسم فاعل او اسم مفعول. متسولين begging. good pupils insist on، طلاب الكويسين طبعا بيصر ان هم يعطى معامله عادله، being given مبني مجهول، وخدنا being على ing عشان on. have your sister، اجعل اختك تنظف، clean، have السببيه، وجيت، عارفين اللي هاب بعدها مصدر، وجيت تو المصدر، ودي بقى جمله امريه، have your sister، اجعل اختك، have your sister. they didn't appoint، هم لم يعينوا either man، اي رجل، either يعني اي. طب ليه مش نايزر؟ نايزر مش عايزه نفي معاه، وقول عايزه اسم جمع، وبوث عايزه اسم جمع، يعني بوث وقول عايزين اسم جمع بعده. يو ارنت الاود، غير مسموح لك، طبعا ماسنت والحاجه الثانيه ما بتاخدش تو، الا اوت، اوت الثالثه دي بتاخد تو يجب، بس اقول له يجب ان انت تدخن في بترول ستيشن، غلط طبعا. اي didnt know whether whether to laugh or cry، whether معاه اور يعني. طبعا مش هينفع اف ليه؟ قال لي ان اف ما بيجيش بعدها تو المصدر، وذر هي اللي بتاخد تو المصدر بعدها. اوفر 100 بيبيز هاف بين بورن، مضارع تام مبني مجهول عشان سو فار، حتى الان سو فار. هايلايتس ذا سكيلز، اللي بيبين لنا المهارات والكلام ده كله، اونلاين بروفيشنال بروفايل، الملف الشخصي زي السي في كده، دوت بيشبه بالظبط السي في. The following الاتي دوت، it was dark I could hardly suddenly I heard strange noise، ده بيحكي قصة، واحد بيحكي حاجة حصلت له، يبقى اسمه ناريتيف، مقال روائي، ناريتيف. آخر جملة بقى في اللي تشوز أي من الجمل الآتية بنكشويتد كوركتلي، طبعا تركيما صح، وير نورا، مفيش الكومة بتاعت نورا المنادى، التانية برضو المفروض أعمل كومة بعد نورا عشان اتكلمت بكلمة معينة أو نقطة، يبقى التالتة هي اللي صح، دي فعلا هي اللي صحيحة التالتة، لا اما نقطه بعد نوره لا اما كومه. الاسئله طبعا يا جماعه، القطعه قدامك اهيت، القطعه قدامك اهيت، القطعه حل القطعه، وطبعا برضو عندنا حل القطعه الثانيه.
والترجمة برضو قدامكم اهي في حلها.